بنات لاباس بخير هاني، نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم غنطيب معاكم الكفته. البنات غندير معاكم نوري لكم المقادير طريقه التحضير. غنديروا شويه الربيع ونحطوه فوق البوطه، درنا الربيع، نديرو الإبزار، نديرو الإبزار، هذا كيجيكم بصح حارتين، ولي معلقة وصافي، معلقة، معلقة ديال القهوة، الكركم معلقة القهوة صغيرة. معلقة تحميرة أي الفابريك فابريكا أو الفلفل الأحمر، سكينجبير، صافي شوية الملحة، الملحة كتبقى على حسب الذوق. خلينا الزيت البنات، البنات زدنا الثومة، دابا غنزيدو الكامون ونتلاقاو البنات. البنات كورنا الكفتة ودرناها في المقلة بهاد الطريقة هادي، دابا غنتسناوها هاد الطيب. المهم البنات هادي حتى هي كنديرو طيرة الزيت في المقلة، كنديرو العطرية قبيصة الملح قبيصة البزار قبيصة سكينجبير صافي، وكنقطعو فيها بصيلة رقيقة مكعبات رقيقة صافي، وكنديروها في المقلة. المهم البنات ها هي الطريقة الوصفة الثانية أو الطريقة الثانية، قلبي هاك كما تشوف. المهم البنات كنبقاو نطيبو على هاد الشكل هذا حتى كتسالي الكمية اللي عندنا هنا في المقلة. هذه هي المقيلة ديالنا مازال كطيب، ملي غطيب غنقدموها وناكلوها بالصحة والراحة. المهم بالسلامة البنات، نهار جديد، فيديو جديد، إلى اللقاء.